لزميلي احمد حسن المراسل الهمام الفائز في يعني مسابقه المراسل الاذاعي والتلفزيوني ابداع واعلام القاهره. كلمنا عن رحلتك مع ابداع ومسابقه المراسل الاذاعي والتلفزيوني. انت من زمان دايما بتحاول انك انت يعني تطور من مهاراتك للالتحاق بمسابقه ابداع. بالظبط، هو زي ما حضرتك قلت استاذ محمد، من زمان هو الموضوع بدا معايا في المسابقه دي من السنه اللي فاتت. دي تاني مشاركه ليا السنه دي، ودي تاني مرة على التوالي اخد مركز يعني الحمد لله. هو الموضوع بدأ من ان انا عندي هدف عايز اوصل له، وزي ما حضرتك قلت في اعلام القاهرة، فنفسي اكون مقدم برامج ان شاء الله. ان شاء الله. فالواحد دايما بيسعى يحاول يوصل لحاجة، يعمل حاجة، فبندور بنشوف ايه هنا ممكن نشارك فيه، ايه هنا بنشارك فيه. فمن ضمن المسابقات لما سألت ولقيت حد مشارك فيها قبل كده من عندنا في اعلام الابداع، مهرجان ابداع والمراسل التلفزيوني، فهو لون من الوان التقديم، فلازم نسعى ونشارك ونخوض التجربه ونتعلم مره ونتطور، نقع نقوم وهكذا. التقرير اللي شاركت بيه السنه دي كان عن ايه؟ التقرير السنه دي كان بيتكلم عن الاثاث المصري وازاي بيربط ما بين المودرن، الاساس المودرن الجديد، والاثاث اللي هو التقليدي القديم بقى، الارابيسكو وفن الخشب والفن التراثي. يعني كانه تطور مراحل صناعه الاثاث، وازاي ان احنا يعني بنبني او بنبين الهويه بتاعت مصر برضو في الجديد، ان الناس بتمل من الشكل القديم، فاحنا ازاي هنا بقينا بنربط في السوق المصري ما بين الحداثه وما بين التراث والعادات والتقاليد. طيب احمد، يمكن الاعلام كمهنه الدراسه مختلفه تماما عن سوق العمل، عن سوق العمل او العمل بقى فعلا في الميدان، يعني بيبقى مختلف بشكل كبير جدا. فكرة ان انت تهيئ نفسك ان كان من حيث الادوات اللي بتمتلكها او حتى نفسيا، انك تقف قدام لجنة تحكيم وتقدر تقدم عمل او تقدر تقدم تقرير كمراسل، هي صعبة جدا وبتحتاج جرأة وبتحتاج ثقة وبتحتاج ادوات كتير جدا. فخليني اعرف منك انت ازاي هيأت نفسك ان انت تقف قدام لجنة التحكيم وانت عندك الادوات دي. حب الشيء يخلي اي انسان يعمل اي حاجة. طبيعي ان الانسان يكون متوتر، يعني اكيد ببقى متوتر ان قبل ما اطلع مسرح استاذ محمد مستنيني فوق مشكله كان لجنه التحكيم، فدي مشكله كبيره. كان الدكتور محمد كان عامل معاك استاذ محمد كمان، بس يعني طالع ترى هيقول لي ايه. فالفكره دي يعني لما كمان الانسان بيبقى عاوز حاجه، انا نفسي اخد مركز اول، انا نفسي اخدها، فبيبقى بيعمل كل ما يملك وبيسعى عشان حاجه. انا اشتغلت عشان اخد الجائزه، مش اشتغلت عشان تجربه. فبيفرق المجهود، بتبذل مجهود اكتر عشان الهدف اكبر. فبالتالي لما بطلع على المسرح ببقى خايف، طب يا ترى هيقول لي ايه، طب بعد المجهود ده كله لو طلع وحش يا لهوي، طب هعمل ايه. فبيبقى في توتر، بس الواحد برضو لازم يكون عنده ثقه بنفسه. صحيح. لازم يكون مهيئ نفسه كويس، مستعد كويس، وعامل اعداد كويس. انا هقول ايه، هطلع اتكلم ازاي، هحضر ايه، طب لو قال لي ايه هرد ازاي. وطالما انا عامل الشيء بنفسي وانا اللي عامل الشغل بايدي، فانا ابقى مستعد لاي سؤال في اطار العمل. لا وتستحقها كمان. الله يخليك يعني كنت واثق من نفسك كده. دي شهاده كبيره، شهاده كبيره طبعا اعتز بيها طبعا.